استفادت بالأمس أكثر من 244 عائلة بالربط بشبكة الغاز الطبيعي. قرى أولاد قارة، أولاد عمر، أولاد يوسف ببلدية بودربالة بالأخضرية في ولاية البويرة، وهذا بعد معاناة دامت لسنوات كونها بلديات تصنف من مناطق الظل الواقعة بأعالي جبال الأخضرية، وكانت النهار السباقة لنقل انشغالات السكان في وقت سابق. خال شودار رصد التالي. وعد اسمنا قناه النهار منذ عندنا شهرين، هاي اليوم قامت وقالوا لنا وعدونا باللي نولوا قناه النهار وعاودت ولات لينا، واليوم الحمد لله نشكر الرئيس تاع البلديه تاع بودربالة، ونشكر الوالي، ونشكر الشاف دايره، ونشكر السلطات المحليه كاع. راكو جيتو لنا في 2017 راه كان ما كاين لا غاز لا والو، دوك الحمد لله جانا الغاز ورانا الكهرباء كلش، رانا الحمد لله تبارك الله فيكم. وضع حيز تنفيذ عدة مشاريع تنموية هامة لفائدة الساكنة، وكذا وضع حجر الأساس أيضا لمشاريع هامة، وكان أيضا لنا لقاء اليوم في مدينة أو في بلدية بوكرام من أجل إعادة دفن رفات 23 شهيد رحمة الله عليه.